للمزيد ينضم إلينا من خان يونس يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية. أرحب بك يوسف، أبدأ معك من التطورات الميدانية وما يحدث من مواجهة ما بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال الإسرائيلي. بداية، هل نعود للتمركز اليوم؟ يركز الاحتلال على مناطق بعينها وتحديدا في مدينة غزة، أم عاد ليشمل قطاع غزة برمته في هذه الاستهدافات وهذا العدوان؟ نعم أمل، إذا ما تحدثنا عن التوزيع الجغرافي للعدوان الإسرائيلي والمجازر التي اقترفت، فلكل المحافظات نصيب من هذه المجازر. ربما معظم الشهداء منذ منتصف الليلة الماضية حتى هذه اللحظة كانوا من محافظة غزة جراء سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، استهدفت منازل واستهدفت كذلك مراكز إيواء في منطقة حي الدرج. عائلة شابط استشهد منهم 16 فلسطينيا جراء غارة استهدفت منزلهم في منطقة حي الدرج، بالإضافة إلى استشهاد 10 أطفال في منطقة مدرسة الزهرة جراء غارة أخرى استهدفت مركزا ومسجدا كان قد آوى إليه الناس جراء استمرار العملية البرية في المنطقة الشمالية من قطاع غزة. المحافظة الوسطى هي الأخرى كانت شاهدة على جريمة أخرى اقترفت هذه المرة في المخيم الجديد من مخيم النصيرات، واستشهد على إثر ذلك 8 بعضهم من الأطفال، إضافة إلى الغارة التي استهدفت منزل عائلة الشاعر في الجزء الغربي من مدينة رفح جنوب القطاع. أما فيما يتعلق بالميدان ومحاور القتال ما بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية، فمحورين أساسيين هذا الصباح في المنطقة الشمالية من قطاع غزة وتحديدا منطقة بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا. المخيم الذي دمر الاحتلال الإسرائيلي فيه مئات المنازل وسواها في الأرض، لا زال الجيش يقوم بعمليات نسف لمربعات سكنية خاصة في منطقة شارع العجارمة، والقصف أيضا والتمركز الإسرائيلي وصل إلى أقصى المناطق الغربية من مخيم جباليا وكذلك المنطقة الشمالية بعد عملية بدأها الاحتلال من المنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية من المخيم. في الساعات الـ24 الأخيرة أيضا أجبر الاحتلال نعم يوسف، أريد بس فقط أن أقف عند هذه النقطة. تقول أنه وصل إلى أقصى غرب شمالي جباليا أو شمالي قطاع غزة، هذه النقاط لم يصلها في السابق عندما كان يحاول الاجتياح وعمليات الهدم الممنهج في شمالي غزة؟ أنا أشرت إلى أنه إلى الغرب من مخيم جباليا، أما أقصى الشمال الغربي لمدينة غزة وشمالها هي منطقة السودانية ومنطقة العطاطرة، وهذه مناطق تعرضت للاجتياح في المرات السابقة. الاحتلال الذي يتواجد الآن في منطقة الفلوجة في منطقة جباليا كان قد وصلها حينما شن عمليته البرية على المحافظة الشمالية، لكن الجديد أن الاحتلال لم يكن في السابق قد دخل إلى زقاق مخيم جباليا، هذه المرة سوى العديد من المنازل بالأرض وتمكن من الدخول إلى عمق المخيم ونسف أيضا مؤسسات تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونوروا كان قد نزح إليها الفلسطينيون منذ بدء الحرب، وهنا أتحدث عن مدارس وسط مخيم جباليا. التوغل الآن وصل إلى الأطراف الغربية والشمالية من المخيم باتجاه بلدة بيت لاهيا التي أجبر أيضا الاحتلال فيها السكان هناك على النزوح نحو المناطق الغربية من مدينة غزة. الاحتلال أفرغ مشفى العودة الذي حاصره لخمسة أيام واستهدف طابقه الخامس بالقذائف المدفعية، هو الآن أصبح مشفى مخلى من الكوادر الطبية ومن المرضى، وقام الاحتلال بإجراء تحقيق ميداني مع بعض الكوادر الطبية واعتقال آخرين واقتيادهم إلى جهة مجهولة. أما المحور الثاني ما زال محور مدينة رفح، حيث تتواصل العملية البرية وتتعمق أكثر باتجاه المناطق الغربية. الاحتلال الآن يتمركز عند الأطراف الشرقية لمخيم يبنى وسط مدينة رفح بعدما تجاوز حي البرازيل خلال الساعات الأخيرة، لكن الطائرات الحربية الإسرائيلية ما زالت تشن غاراتها على وسط
مدينة رفح، إضافة إلى أن دائرة ونطاق القصف المدفعي يتسع في كل ساعة بمدينة رفح. في فجر هذا اليوم وصلت عدة قذائف في محيط المشفى الكويتي. هناك نفي من إدارة المشفى أنها قامت بإخلاء المشفى الكويتي، لكنها أكدت أنها قامت بإخلاء بعض الكوادر الطبية وأبقت عدداً في داخل هذه المشفى. كذلك قامت إدارة مشفى الكويتي بنقل بعض المعدات للاستفادة منها في المشفى الميداني الذي أقيم إلى الغرب من مدينة خان يونس، تحسباً لوصول آليات الاحتلال لهذه المنطقة، لأن التصريحات الإسرائيلية مجتمعة تشير إلى نوايا إسرائيلية للوصول إلى منطقة الشابورة، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظاً سكانياً في مدينة رفح، وهي المنطقة التي طلب من أهلها النزوح باتجاه المنطقة الغربية لمدينة خان يونس. والوصول إلى منطقة الشابورة إذا ما تحقق في الأيام القادمة يعني أيضا خروج المشفى الكويتي عن الخدمة، وبذلك تكون المنظومة الصحية بمدينة رفح كلها قد تعطلت بفعل إخلاء مشفى أبو يوسف النجار قبل أيام. لكن حتى هذه اللحظة الآليات الإسرائيلية ما زالت تحاول التمركز والتعمق أكثر باتجاه المنطقة الغربية من محور فيلادلفيا، بعدما بات الاحتلال الآن بآلياته يسيطر تقريبا على ثلثي الحدود الفاصلة ما بين الأراضي الفلسطينية ومصر، لكن التمركز وإقامة السواتر الترابية في المنطقة الشرقية ليبنى، السيطرة ناريا الآن على وسط مدينة رفح وتحديدا الشارع الواصل من بوابة صلاح الدين إلى دوار وميدان العودة والنجمة. هذه المناطق لم يعد بإمكان أحد التحرك فيها، لأن الآليات الإسرائيلية والقناصة يستهدفون كل من يصل إلى هذه المنطقة، وحتى أيضا منطقة ما تعرف بمفترق كير في منطقة رفح أضحى التحرك فيها خطير وخطير جدا، وطائرات الاستطلاع تستهدف أيضا المواطنين الذين يحاولون العودة إلى منازلهم، كما تقوم طائرة كواد كابتر بإطلاق النار على كل من يتحرك في هذه المنطقة. طيب، على اعتبار أنك أشرت إلى المحورين اللذين يتم فيهما الاجتياح وأيضا التمهيد بالقصف من قبل المحتل الإسرائيلي، وهما في شمالي غزة كما في جنوبها، مع الأسف مع الاستمرار في كافة المناطق بمجمل قطاع غزة، أعود للشمال وللجنوب. عندما تتحدث أن هنالك تقدم في جباليا وهنالك تقدم في رفح الفلسطينية وصولا إلى التركيز على غربي هاتين المنطقتين، هل اليوم المحتل الإسرائيلي بآلياته قادر على التثبيت عندما يدخل من شرقي هذه المناطق وصولا إلى وسطها والتركيز على غربها؟ يوسف، اليوم قادر على أن يثبت أم أن هنالك مقاومة على الأقل في الشمال وغير قادر على تثبيت وجوده أو اجتياحه؟ المقاومة في قطاع غزة من شمالها إلى جنوبها هي مقاومة تمتلك بعض الأدوات والأسلحة الخفيفة والقذائف المضادة للدروع وكذلك التحصينات الإسرائيلية، لكنها تبقى أدوات متواضعة مقارنة بآليات إسرائيلية تدخل بالعشرات إلى عمق المدن. اليوم نتحدث عن 5 ألوية تعمل فقط في مدينة رفح وثلاثة ألوية في شمال القطاع، إضافة إلى لواءين يؤمنان ما بات يعرف بمحور نتساريم والرصيف البحري الذي أقامه الجيش الإسرائيلي. الاحتلال حينما يصل إلى المنطقة الشرقية من منطقة يبنى هو لا يدخل فجأة بهذه الآليات، وإنما هناك تمهيد ناري كثيف جرى في غضون الأيام الأخيرة. حينما كنا أيضا نشير إلى التمركز الإسرائيلي في المنطقة الشرقية من حي البرازيل، هذه الآليات كانت أيضا تستهدف بالقذائف المدفعية وبشكل كثيف وعشوائي منازل المواطنين. ما يتقدم قبل هذه الآليات أيضا وبعد التمهيد الناري دبابات تعرف بدبابات D9 تقوم بتجريف الأحياء السكنية، وغالبا هذا ربما من يتابع الميدان في قطاع غزة يدركه جيدا، أن الآليات الإسرائيلية لا تعبر عبر الطرق الرئيسة في هذه الأحياء، وإنما تقوم الجرافات بتدمير المباني ومن ثم التمهيد وخلق طرق جديدة لهذه الآليات، وبعد الوصول تقوم بإنشاء سواتر ترابية تتمركز في داخلها الدبابات الإسرائيلية في ظل تغطية من سلاح الجو الإسرائيلي
بكل أنواعه، يشارك الطيران المروحي ويطلق النار أيضا، تشارك طائرات الاستطلاع وتستهدف هي الأخرى من يتحرك، إضافة إلى طائرات الكواد كابتر التي تطلق النار باتجاه المواطنين. لذلك نعم، يستطيع الاحتلال الإسرائيلي أن يتمركز في عمق المدن، وهذا جرى في مدينة خان يونس التي توغل فيها من أقصى الشرق وصولا إلى منطقة ميناء خان يونس، ونفذ الجيش هناك عملية واعتقل وقتل في المنطقة الغربية من مدينة خان يونس، لكن هي قدرة نارية، قوة غاشمة، يستطيع من خلالها الاحتلال أن يتمركز. لكن هل يستطيع أن يضمن توفير الأمن لجنوده؟ هذا هو التحدي الأبرز أمام الجيش. لذلك كان السجال الدائر دائما ما بين المؤسستين الأمنية والسياسية فيما يتعلق بتحقيق مكاسب سياسية بناء على المنجزات العملياتية التي يحققها الجيش. في منطقة بلدة بيت حانون لم يتبقى تقريبا بيت يصلح للسكن، لكن ما زالت المقاومة الفلسطينية تناور هناك. بالأمس بثت المقاومة تسجيلاً مصوراً لعملية قنص محكمة لثلاثة جنود، واعترف الاحتلال بمقتل ثلاثة من جنوده في المنطقة الشمالية لقطاع غزة. نعم، هو تمركز الآن في المنطقة الشرقية من مخيم يبنى، لكن ما بثته المقاومة بالأمس معظم مشاهد استهداف الآليات الإسرائيلية وحتى الجرافات هي في منطقة البرازيل التي اجتازتها الآليات الإسرائيلية وصولاً إلى منطقة يبنى. المقاومة الآن واضح أنها تتعاطى مع الميدان، تغير من تكتيكات المواجهة بنظرية أضرب وأهرب كما يقول المقاومون في الميدان. شكراً على كل هذه المعلومات يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية، حدثتنا من خان يونس.